أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه من ربه أفضل الصلاة وأتم التسليم. في أول لقاء لي بعد فتح خاصيتي وتيوب البث المباشر، أسأل الله العظيم رب العالمين أن يغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. أما الوصية يا إخوان، فالوصية هي تقوى الله جل وعلا في السر والعلن، كما قال الله جل وعلا: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. والله جل وعلا يقول: اتقوا الله وليعلمكم الله. وقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يأتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم إنه الله الغفور الرحيم. فيا أخوان، التقوى جماع كل خير، وكلما اتقى الإنسان ربه جل وعلا كلما فتح له من الخير ويسر له من السعادة في الدارين ما يعلمه إلا الله جل وعلا. ثم بالحقيقة يا أخوان يا أحبة، نحن في هذه الأزمان من الله علينا بنعم كثيرة جدا لا نعدها ولا نحصيها، كما قال الله جل وعلا: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ومن هذه النعم يا أخوان وسائل التواصل الاجتماعي، إذ يا أخوان لا بد أن نستخدمها في طاعة الله جل وعلا حتى تكون لنا شفيعة يوم القيامة. ومثل هذا البرنامج اليوتيوب، ينبغي على العبد الإنسان يحمل فيه مقاطع تكون وقف له، لأن الإنسان بيعد يتحمل مقطع بيراه ولو بعد وفاتك. الناس بينشروا، فانشر لنفسك شيء مناسب يكون حجة لك على طاعة الله وحجة لك يوم أن تلقاه سبحانه وتعالى. أسأل الله العظيم أن يغفر لي ولكم إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.